لازم انا الحين انا بس عم عايز اقول كلمه بس لا خلص الحوار ده كله قول برم برم ما بيصورش رينا رينا والله عظيم احنا بنحب مصر كل حاجة بس هنا هنا جايين بفتشوا كل الناس والله شايفكم مش عارفين تعملوا ايه احنا هدفا كثيرة لهذه البلد ماشيين انت مش هينفع نعمل ايه اي حد يشوف اي حد دلوقتي يقعد يفتشوا احنا من حقنا نفتشوا قبل هم اختار حاجه من الاثنين هم عشان خايفين بس عشان بلطجيه مش خايفين بلطجيه ماشي حقهم بس واحد ما يجيش على البصماجي يقف يقول لك انا لو منك انا لو منك بقى اقف معاهم اساعدهم واتعامل باسلوب الوقت انا اقول لهم انا جاهز وخدوني معاكم هفتش باسلوب معاملتهم مش معاملتهم لسه لا 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 والله العظيم يا ابني ما تعرفش اللي حصل عند اللجان الشعبيه مش كلهم قول وضح لي رد عليه دلوقتي حضرتك احنا عشان نامن اللي بنامنك احنا لما بنفتش حد الناس بتزعل زعلوا ليه زعلوا ليه احنا بنفتش احنا خايفين عليك قبل ما خايفين على نفسنا احنا بره هو الخلاصه بيطالب بحسن الايه يعني الاداء شويه وهو مش معترض على التفتيش مش كده انت مش معترض لكن انت عايز بس احنا برده كان جوز انا بقول لك طب انا بقول لك اهو هم متوترين والضغط عليهم شديد بيتين بقالهم اسبوع فانا بقول لك انت انا بقول ايوه انت تساعدني يساعدك ازاي يساعدني ازاي يساعدني ان هو مواطن مصري يجي يدي لك ساعتين في اليوم لا ما يدينيش مش طالب منه ساعه لو ما عندوش طالب منه اقول له طقطق يقول اتفضل عشان انا بحافظ على يبقى انت من هنا بتناشد المواطنين بالتعاون مع المنظمين اللي هم يتعاونوا معاهم بخروج البطاقه حفظا لينا جميعا طبعا والتفتيش الذاتي مش عيب لا هدف خوفا ظهور اسلحه وفعلا بالفعل تم ظهور اسلحه وحراميه وبلطجيه وبيسلموا الشرطه العسكريه انت وضحت للشباب الشباب بيقول لك انت تعاون معاه وهم بس مش بس لازم تكون المعامله حسنه ان شاء الله انا اوصل لهم الكلام دوت وانت تكون متعاون معاهم وادي لهم ساعه يا عم في اليوم بدل ما انت قاعد 24 ساعه لو عايزين شكرا ايوه خلاص معلش انت وضحت له الفكره بيقول لك انت معلش الضغط عليك انت استوعب شويه وخلي نفسك تقول شويه معلش تعبت انا معاك جدا عشان مصر تعيش بس كده ماشي وضح كده ويلا سلمني عليه جدا تمام وانا عملت له كده من قبل ما اتصور تمام بس